بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين جميعا في مصر والعالم العربي، مساء الخير ويوم جميل بأحداثه وأفكاره في برنامجنا اللي بنقدمه أسبوعيا جودة الحياة، الخميس 10 مارس 2022 مع حلقة جديدة. زي ما تعودنا مع حضراتكم بنحاول نقدم الجديد والمقنع والعلمي والواقعي. أحداثنا النهاردة فيها أفكار جديدة، أخبار جديدة، معلومات جديدة. بنحاول نتوسط الأمور، نقدم المميز والمقنع والذي يستحق الشكر والثناء، ونقول لكل واحد كتر خيرك، برافو، شكرا، عايزين كمان ونسقف له. وده الدعم المعنوي اللي الدولة محتاجاه النهاردة. في نفس الوقت ندور ونبحث عن أي مشكلة عشان نحلها ونوصلها للمسؤولين، ده دورنا. وزي ما قلت قبل كده إن البرنامج هيكون واقعي ومقنع ومعتدل ووسطي. شأن مصر الآن، شأنها، منهجها الاعتدال والوسطية. نقدم المتميز ونطرح أفكار للتطوير. موضوعاتنا ميدانية علمية تستند إلى الأدلة والمؤشرات وذوي الخبرة، ولا نهمل أي قطاع من قطاعات المجتمع. الآن اليوم الثقافة العامة في مصر، الحياة الكريمة والمبادرات المتميزة التي تساعد في تطوير وتنمية المجتمع. ده من شأن الدولة ومن شأن الإدارة، لكن كان لابد أن يكون هناك رد فعل يتوافق مع تلك المبادرات. وها نحن اليوم سوف نستشعر ونقدم مبادرات مماثلة وكأنها رد الفعل. الجميل بالجميل، التضامن، التشارك، التعاون هو السبيل إلى الارتقاء المستمر للمجتمع المصري والمجتمع العربي. دي المقدمة. النهاردة هنعيش أحداث واقعية مع المبادرات الأهلية التنموية وشراكة أهل القرى بالجهود الذاتية في إطار حياة كريمة. يعني أهل القرى أيضاً بيبادروا بمبادرات تنمي وتطور المجتمع. الكلام لك يا جارة، لكل مؤسسة، لكل فرد، لكل مجتمع، لكل فئة لابد بالمبادرات. كثرة المبادرات هي السبيل لتطوير المجتمع المصري. هنكون النهاردة مع دكتور عبد الرؤوف السواح يحدثنا عن تلك المبادرة التي يحترم ويقدر مقدميها. مهم أوي أن الإعلام يدعم السلوك الإيجابي، مش فقط نبحث عن السلوك السلبي. السلوك الإيجابي والأداء المحترم يستحق التدعيم والإشادة، ولا وألف لا للتجريح. التجريح ليس مطلوب، ولكن مطلوب التشجيع والدعم المعنوي. معنا الليلة رؤية جديدة في البحث العلمي ودوره في التنمية وتعزيز القيمة الإنتاجية للموارد الإقليمية، محافظة كفر الشيخ. برنامجنا بيغطي الأقاليم من وجهة نظر علمية مجتمعية، يتلاقى البحث العلمي مع المجتمع في شراكة علمية، وبناخد الآراء وبناخد المعلومات وبناخد التغذية الراجعة علشان نواصل العطاء. ضيفنا في هذه الليلة أستاذ دكتور حسن يونس، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ للدراسات العليا والبحوث. برنامجنا يبحث عن المتخصصين.
وأيضا من إقليم الصعيد الذي يمثل جزء ومساحة جغرافية قوية وهائلة وكريمة ومحترمة من النطاق الجغرافي المصري، سوف نستمع ونشاهد بمؤشرات ماذا عن الحياة الجديدة في محافظات الصعيد. أستاذ دكتور نادي كمال عزيز، نائب رئيس جامعة أسوان الأسبق وصاحب العديد من المهام والمناصب، آخرها نائب رئيس لجنة قطاع كليات التربية، سوف يحدثنا عن الواقع الحقيقي لمبادرة حياة كريمة في الصعيد والتوجهات والثقافة الجديدة على أن يضع يده على المشكلات التي تطور. لا نكتفي بما هو كائن ولا نكتفي بالشكر، نريد مزيد من وجهات النظر والملاحظات لقدم للدولة ما يجب أن يتم تطويره. لدينا أيضا ملفات صعبة، أنا سميتها ملفات الصعبة، ملفات صعبة نتكلم فيها ونبحث عن دور البحث العلمي فيها. الملف الأول، السيطرة على الأسعار في الأسواق. المشكلة فين؟ مشكلة دولة، مشكلة مستهلك، مشكلة بائع تجزئة، مشكلة تاجر جملة، مشكلة ثقافة مجتمع، كل ده. وهل العلم ليه دور في هذا الحل؟ أين الحقيقة وأين الرؤية؟ الملف ده الأول. الملف الثاني، فوضى الانتظار وسلوخ القيادة في الشارع. مش هنجيب لكل سيارة عسكري مرور، والضابط مش هيقعد يتأكد من انضباط سيارة سيارة عشان يعطل مسيرة السيارات. مهم تدعيم ثقافة الانضباط، مهم أن تتواجد في الشارع المصري، وعلى حرج أن أقول في الشارع العربي. ثقافة الانضباط مهمة جدا، لابد نتعاون مع الدولة، كل واحد عليه دور. هذه هي موضوعات برنامجنا، فوضى الانتظار وسوق القيادة في الشارع، وأيضا تجميد تصريح العمل البناء وتعقيد الإجراءات. مطلب محترم، نأمل من الدولة في حياة كريمة، وما دام فتحت الحياة الكريمة سقف الطموح لا ينتهي. نريد مزيد من الكرم من فخامة رئيس الجمهورية، واسع الصدر، الكريم جدا، المبادر جدا، العطوف جدا، المحب جدا. وأيضا الملف الرابع، تراكم القمامة في الشوارع لفترات زمنية طويلة. من يساعد في الحل؟ البحث العلمي، الأفراد، المجتمع، نحن جميعا كيان واحد في برنامج واحد من أجل الشراكة والتعاون. في انتظار سعادة أستاذ دكتور عبد الرؤوف السواح ليحدثنا. دكتور عبد الرؤوف، احنا بناخد الكلام بتلقائية وببساطة شديدة، ماذا عن مبادرة أهل قريتكم؟ تفضل نسمعك بكل اعتزاز. دكتور عبد الرؤوف، الإعداد بيبلغ سيادتك اقفل التلفزيون، والحلقة مسجلة تسمعها 8 الصبح وهنبعتها لك على اليوتيوب كلينك. دكتور عبد الرؤوف، في انتظار الدكتور عبد الرؤوف. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور عبد الرؤوف. الو، منورنا، مساء الخير دكتور عبد الرؤوف. مساء الخير. مساء الخير. سامعني؟ الو الو، سامعني دكتور عبد الرؤوف؟ سامعني؟ الو الو، سامعني؟ عبد الرؤوف. الو. ايوه سامعني يا فندم. طب يا ريت الاعداد يحاول الاتصال مره تانية على ما نكمل بعض المعلومات اللي عندنا في هذه الحلقه، في انتظار اعاده التواصل مع الدكتور عبد الرؤوف مره تانية. طبعا هي المبادره
تقول ان مجموعه من الافراد دور عبد الرؤوف ومجموعه من زملائه تبرعوا بقطعه ارض مساحتها حوالي 1500 متر وهي ذات قيمه ماديه مرتفعه، وضحوا بيها واتبرعوا بيها تضامنا مع الدوله وخدمه مميزه بيقدموها لاهل القريه علشان ان هم ناويين يعملوها معهد ازهري ينضم او تنضم ادارته ليدار من قبل الدوله علشان يقلل من كثافه الطلاب في المعاهد الازهريه. دكتور عبد الرؤوف لما سالته لحد بس ما يجي التواصل، لما سالته هل دي مبادره شخص؟ قال لا، دي مبادره مجموعه. قال مبادرة، هنقول اسمائهم. استاذ طلبه البطل مدير مدرسه، استاذ اسماعيل الجنايني، والاستاذ رزق حنطوره، والدكتور عبد الرؤوف. دي المجموعه الجميله اللي حقها علينا ان احنا نذكر اسمها ونشيد بيها، ونعود الى حضراتكم بعد الفاصل. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، رجعنا لحضراتكم مرة ثانية. يعني كان في حاجة بسيطة كده نظرا لتطوير الاستوديو، فيعني الأمر خد بعض الوقت، لكن بيسعدنا الناس اللي انتظرتنا الفترة الطويلة دي كلها علشان يكملوا معانا الفكرة والبرنامج بتاعنا. عموما الدكتور عبد الرؤوف مساء الخير. دكتور عبد الرؤوف مساء الخير. الو دكتور عبد الرؤوف مساء الخير، سامعني؟ مساء الخير دكتور صالح، مساء الخير. ازاي سيادتك؟ وبنعتذر على يعني بعض الوقت اللي مر. ربنا يبارك فيك. واعتقدنا المشكله من عندك يعني، لكن كانت من هنا. اولا تحياتي دكتور عبد الرؤوف ومساء الخير، وبرحب بسيادتك في هذا البرنامج. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك دكتور صالح. دكتور عبد الرؤوف، يعني حضرتك لما حكيت لي القصه كده بكل مصداقيه وكل امانه بينت لي الجانب الجميل جدا اللي موجود في القرى والمدينه برضو، لكن احنا بنخصص القريه. اشرح لي يا دكتور كده سريعا التجربه، وازاي الناس استشعرتها، وكيف نما هذا الاحساس بهذا العمل الجميل؟ يعني اتفضل. هو حضرتك يا دكتور صالح اتفضل يا دكتور معاك، اتفضل. المشاركه الاجتماعيه يعني مكمل لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية في مبادرة حياة كريمة في القرى. فشربين طبعا حظيت بهذه المبادرة. 26 قرية منهم قرية السعدية اللي هو احنا فيها الوقت هنبني مجمع معاهد أزهرية بالجهود الذاتية والمشاركة الاجتماعية. تمام دكتور. يعني اولا يعني عارف دايما من بادر يا دكتور عبد الرؤوف؟ يعني المبادره كانت ازاي؟ هل كنت في جلسه جماعيه مثلا، ولا في واحد اقترح؟ احد الاهالي تبرع بالارض، وهذه الارض اكثر من مليون جنيه. دكتور ممكن نعرف اسمه بس وسيادتك بتتكلم؟ ايوه. اسمه اسامه احمد عبد المحسن التسوق. تمام. من قريه السعديه. قريه السعديه. شربين محافظه اقباليه. واحنا طبعا مجموعه شباب مخلصين من القريه بدعوا في جلب الموافقات على هذه قطعه الارض لاقامه مجمع المعاهد الازهريه. وفعلا حصلنا على كافه الموافقات الحكوميه والامنيه. وجاهزين الان الى حفر الاساس يوم 31/3 الموافق الخميس. سوف يبدا الحفر فعليا للتنفيذ. يوم 31/3. طيب دكتور عبد الرؤوف، يعني عايزين نطلع من خبرتك الجميله دي
بأمور تحفز وتشجع. هل عندما قدمتم للدولة قطعة الأرض الزراعية دي كيف تعاملت معك سلطات الدولة؟ بمرونة وتيسير ولا بتعقيد وصعوبة؟ لا، كان يعني بصراحة أنا أشكر معالي المدير العام للزراعة بمحافظة التقنية المهندس أحمد كلاب، سهل لنا كافة الموافقات في حماية الأراضي، وبعد كده الورق اترفع إلى الإدارة المركزية لحماية الأراضي بمحافظة الزراعة. وأنا مثلا كلمت الدكتور هلمس الله يرحمه قبل وفاته، وهو تتبع الموضوع وقلب لنا موافقة وزير الزراعة، وبعد وفاته أكمل مقرأ دكتور رضوان باقي الموافقة. حصلنا على وزير الزراعة تخطيط الأرض لبناء مجمع عام. دكتور طيب، الخطة الطموحة بتاعتكم يعني في الأول قلتوا قطعة أرض على مساحة 1500 متر، دي البداية، لكن الخطة الطموحة إيه بعد كده؟ وإيه اللي أنتم محتاجينه؟ أعتقد الدولة بعد المبادرة وسرعة الموافقات، طبعًا سيادة المحافظ الدكتور أيمن مختار محافظ دهلية أعتقد مش هيمانع أبدًا بأي دعم لاستكمال هذا المشروع. إحنا طبعًا بنقدم شكرنا لمعالي المحافظ الوزير المحافظ والساده المسؤولين على تذليل كافه العقبات، حتى حصلنا على كافه الموافقات اللي بتمكن لنا الان من البناء. فاحنا لما في متبرع الحفار ومتبرع اخر بالقصير الحفار الحاج محمد فرعون ربنا يكرمه، كمان عندنا الحاج عز الخنصور متبرع بالمقطير اللي هتنقل هذا الرمل من الحفر، ويبقى جاهز كده الوضع الخط الاساسيه الاول العاديه ثم. طيب دكتور عبد الرؤوف مره ثانيه استاذن ساعتك، بس هتذكر لي مره ثانيه وتقول لي سطر شكر وتقدير لكل من ساهم معك في هذا العمل الرائع. اول حاجه بدعو بالرحمه والمغفره للدكتور هلمس رضوان. دكتور هلمس رضوان يعني وقف معانا وقفه جامده في وزاره الزراعه وحمايه الاراضي، الاداره المركزيه بحمايه الاراضي، حتى حصلنا على الموافقه. وبعد وفاته الله يرحمه العام الماضي اكملها الدكتور مكرم رضوان. تمام. عضو مجلس الشعب. تمام دكتور، اتفضل. مين تاني من المشاركين اللي احنا نوجه لهم شكر وتحيه؟ شكر وتحيه طبعا الى السيد معالي وزير المحافظ الدكتور ايمن مختار. والاشخاص المنفذين للمبادره الفعليه من هم؟ المبادره الفعليه طبعا هي المحافظه، المحافظه ومجلس المدينه، على راسهم رئيس مجلس المدينه طارق شكري، والنائب له الاستاذ طه ابو العيس دينامو مجلس المدينه. دكتور عبد الرؤوف يعني انت خلصت من هذه التجربة بإيه؟ يعني ما الرسالة اللي توجهها لكل قادر وكل من يملك إمكانيات مادية لكي يشارك في هذه المبادرات ليتسع النمو العمراني والتعليمي والصحي؟ رسالة وجهها بس للناس. يا دكتور صالح، الوقت الريف المصري في نقلة حضارية واضحة بمبادرة فخامة رئيس الجمهورية في حياة كريمة. حاليا في مركز شربين 26 قرية، منهم قرية السعدية اللي احنا بصددها الآن، بنكمل المبادرة دي بمجمع المعاهد الأزهرية. احنا عندنا في القرية اتبنى مستشفى في المبادرة. المستشفى دي ثلاث أدوار، ثلاث طوابق. خدت بال حضرتك؟ كمان طبطين ترعه بطول 2 كيلو. ايضا عندنا التعليم العام جميع مراحله، رياض اطفال ابتدائي اعدادي ثانوي. طبعا دكتور عبد الرؤوف مبادرات متميزه وعطاء وكرم رائع وتعامل بشهامه مع الدوله وردود افعال لحياه كريمه
مناسبة ومتميزة من برنامجنا. احنا بندعو الجامعات وندعو جامعة المنصورة وندعو المراكز وندعو المدارس الخاصة والجامعات الخاصة في الإقليم بأن تدعم هذا المشروع ليكون مشروعا متميزا يحقق أهداف حضراتكم وأهدافنا وأهداف الدولة. دكتور عبد الرؤوف إن شاء الله بعد الحفر هيتم التصوير، والحلقة اللي بعد القادمة تكون معانا ونستعرض مزيد من الوثائق التي تؤكد هذه الرسالة. الناس مستعدة. تحياتي ومعذرة، بس يعني العطل هو خد مننا شوية وقت، فإن شاء الله نلتقي مع سيادتك في حلقة أخرى. وخالص تحياتي الزميل العزيز سعادة الأستاذ دكتور عبد الرؤوف السواح أستاذ بجامعة المنصور. بنحاول زي ما اتفقنا ان احنا نقدم نموذج وسطي من الاعلام الهادف العلمي اللي ليه مؤشرات وليه واقع. بعد ما تعرفنا على المبادرة الكريمة المتميزة قطعة الارض اللي تمنها اكتر من 1,000,000 جنيه اللي تقدم بها احد المصريين، والمعلوماتي انه يعمل في دولة اخرى، بمعنى انه تحت خط الاحتياج وليس مليونير، ولكنها القناعة التي أنعم الله بها على بعض الناس. مزيد من ملفات الكرامة والشهامة والجدعنة المصري. الآن في انتظار تغطية أخرى ميدانية علمية في إقليم محافظة كفر الشيخ، بعدما غطينا جزء من إقليم محافظة الدقهلية. ايوه. وبعد كده ايضا لنا مبادره كمان في محافظه اسوان. بنحاول قدر الامكان ان احنا نغطي جغرافيا، وبنتلقى المشاكل والافكار، وهنتكلم على الملفات الصعبه دي ان شاء الله النهارده. اتفضل. منتظر من الاعداد بس يبلغني. ايوه. يعني المبادرة واضح انها مهمة والاعداد مهتم وانا مهتم، فدقيقتين كده مع الاستاذ طلبة البطل مدير المدرسة التي تحدثنا عنها من قبل. تفضل استاذ طلبة، معاك. تفضل. معاك. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانت طيب. منور البرنامج. الله يصلح حالك يا دكتور. وسعداء بالكرم والمبادرات الجميله بتاعت اهل القريه الجميله دي. الله يصلح حالك يا دكتور، وربنا يتمم علينا بخير يا رب. نسمع بصفه سيادتك مربي اصلا، مدير مدرسه سيادتك، صح؟ ايوه. يعني في عجاله كده، النتائج المتوقعه لهذا المشروع. ان شاء الله احنا بنتوقع ان احنا نعمل المجمع هيشمل اربع مجمعات، اربع معاهد. هيبدأ إن شاء الله مجمع معاهد ابتدائي إعدادي بنين، وابتدائي إعدادي بنات، وإن شاء الله مجمع ثانوي أزهر إن شاء الله على المساحة اللي تبرع بها الأستاذ أسامة أحمد عبد المحسن الغطاني، والمساحة تبلغ 1,500 متر. فربنا يوفقنا إن شاء الله، وإحنا بقالنا من سنة 2008 بنجاهد عشان نحصل على الموافقات بتاع البناء. بالنهاية حصلنا على الترخيص ببناء المعهد، وإن شاء الله هنبدأ يوم 31 مارس في الحفر إن شاء الله. بعد ما خدنا الموافقات بقالنا سنتين، وكان معانا الدكتور هرمس رضوان الله يرحمه، وانتهى بالدكتور مكرم رضوان. استاذ طلبه، طبعا يعني الف مبروك على هذا الانجاز، ونوعدكم ان شاء الله ان احنا نقدر نقدم لكم الرسومات الهندسيه من خلال كليات الهندسه. يعني هنقدم طلب حب كده لمعالي الدكتور اشرف عبد البصري رئيس جامعه المنصوره، والاستاذ الدكتور محمد عبد العظيم عميد كليه هندسه المنصوره، للتكرم بان هو يساعدكم في عمل رسومات هندسيه انشائيه على احدث طراز تخدم وتدعم هذا المشروع. معلش الوقت بس يعني ضيق علينا شويه، في انتظار ان سيادتك تشرفنا في الاستوديو المره الجايه ان شاء الله. وتفضل اختم مع حضرتك اهو. تفضل يا استاذ طلبه.
استاذ طلبة معايا؟ معاك يا دكتور. اتفضل بقى كلمة نهائية في خلال دقيقة كده نشكر فيها الناس اللي ساعدوا معاك. بس طبعا انا بشكر الحاج اسامه احمد عبد المحسن اللي اتبرع بالارض، واحنا ماشيين بموازاه حياه كريمه، لان احنا عندنا القريه الحمد لله فيها مدرسه لغات، فيها مدرسه ثانوي، وبنحاول نعمل مدرسه جديده ان شاء الله، وعندنا مدرستين تعليم اساسي، ويعني التعليم عندنا الحمد لله ربنا يكملها لنا بالخير ان شاء الله. الف مبروك يا استاذ طلبه هذا المشروع. لكن هسالك سؤال وهترد عليها المره الجايه، ايه الاسم النموذجي لهذا المعهد؟ فكر معايا المره الجايه، ايه الاسم اللي هتختاروه يكون رمز لاحد رموز مصر، سواء عالم سواء شهيد سواء ضابط سواء شخصية عامة أيا كان، فكرونا في اسم رمزي نعتز بيه ونفخمه وأظل عايش بينا ويكون له مساهمات كبيرة في هذه الدولة الكريمة بقيادتها وأهلها. تحياتي أستاذ طلبة، وإن شاء الله معاك الحلقة اللي بعد القادمة. طبعا زي ما حضراتكم بتشوفوا يعني بنحاول نقدم واقع ملموس لمبادرات، المبادرات العكسيه بقى اللي جايه من المجتمع وبتقول للرئيس برضو احنا بنعتز بيك وبنحبك واحنا الكرمه معاك برضو زي ما سيادتك انت بتعطي، احنا بنحاول نكون على قدر هذا العطاء وعلى قدر هذا الكرم لترتقي مصر وترتفع لاعلى الشراكه والتضامن والاتحاد والتفاعل والايجابيه، هما السبيل الاساسي للارتقاء بالوطن. في انتظار الأستاذ دكتور حسن يونس نائب رئيس جامعة كفر الشيخ. سيادة النائب. ألو. أيوة فندم معاك. أيوة فندم مع سعادتك. طبعاً بيسعدنا كتير جداً النهاردة إن احنا نلتقي مع أحد العلماء والمفكرين في جامعة كفر الشيخ، أستاذ دكتور حسن يونس نائب رئيس جامعة كفر الشيخ للدراسات العليا والبحوث، في عنوان مهم جدا، البحث العلمي ودوره في التنمية وتعزيز القيمة الإنتاجية للموارد الإقليمية بمحافظة كفر الشيخ. محافظة كفر الشيخ دعمت أكتر وأكتر بجامعة كفر الشيخ التي تأسست بالقرار 129 في 2006. معالي النائب بنرحب بسيادتك ومساء الفل. اهلا بك يا فندم، اهلا بحضرتك. معالي النائب يعني سريعا كده، يعني رؤيه الجامعه في تطوير اقليم كفر الشيخ وما انشاته من معاهد ومراكز متخصصه لتدعم البحث العلمي ويفيد الاقليم. اتفضل. اولا بشكر سعادتك على اهتمامك بجامعه كفر الشيخ وباقليم محافظه كفر الشيخ. الحقيقه منذ انشاء نواه جامعه كفر الشيخ اللي هي المعهد العالي الزراعي عام 1957، ثم كليه الزراعه، ثم كليه التربيه والطب البيطري، واخرها كليه الحقوق عام 2019 واللي بدات الدراسه فيها العام 2021 22، وهي مهتمه بتنميه اقليم كفر الشيخ. كفر الشيخ من المحافظات الاولى اللي بتعمل بالزراعه والاستزراع السمكي. لو كلمنا على الزراعة، الحمد لله محافظة كفر الشيخ من المحافظات الأولى في إنتاج الأرز والبنكر، وبقى فيها مجموعة كبيرة جدا جدا من الناس الفلاحين والمتخصصين في زراعة الأرز والبنكر، ويمكن عندنا مصنع كبير جدا في كفر الشيخ لإنتاج قصب السكر. منذ اهتمام الدولة بتنمية المحافظات اللي بدأت في سياسة الانفتاح أيام السبعينيات ثم الثمانينيات، وبداية إنشاء المزارع السمكية، وجود كلية الزراعة والطب البيطري، وأخيرا بكلية علوم الثروة السمكية اللي بدأت فعلا تهتم بتنمية الزراع السمكي في إقليم كفر الشيخ. أصبح النهاردة في إقليم كفر الشيخ نهاردة في حوالي 100,000 فدان مزارع خاصة للأهالي، بالإضافة لبركة بحيرة البرولوس اللي هي حوالي 150,000 فدان، ثم بركة غليون
ثم طبعا في شريط حدودي على البحر الابيض المتوسط طوله حوالي 118 كيلو متر للزراعة استزراع السمكي في المياه المالحه. واصبح محافظه كفر الشيخ النهارده المحافظه الاولى في انتاج مصر، اللي هي بتنتج حوالي من 44 ل 47% من اجمالي السمك المنتج في جمهوريه مصر العربيه. بل وان المحافظه الحمد لله رب العالمين زادت انتاجيتها بفضل وجود كليه الزراعه والطب البيطري وعلماء الثروه السمكيه، اللي عنده طبعا عملوا تنميه في المزارع السمكيه، في الاستزراع السمكي، في المفرخات، في التغذيه، سواء كانت تغذيه اكلينيكيه او تغذيه عضويه او غير عضويه. معالي النائب، البدائل الموجوده، تطوير صناعه البايوتكنولوجي للاسماك اللي هي موجوده. فاصبح عندنا في اقليم كفر الشيخ النهارده واضح لكل الوضوح دور جامعه كفر الشيخ متمثله في قراتها المختلفه في تنميه الاستزراع السمكي. معالي النائب، معالي النائب، يعني طبعا نظرا ان سيادتك بتشغل منصب نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث، هل هناك خطه بحثيه ترتبط باحتياج المحافظه على وجه الخصوص؟ جامعه كفر الشيخ لها خطه بحثيه استراتيجيه بتضم 7 محاور رئيسيه: محور القطاع الصحي والزراعي، البيئي، الصناعي، الهندسي والهندسي، العلوم الانسانيه والاجتماعيه. دي كلها 7 قطاعات ممتده من خطه مصر 2030 وخطه وزاره التعليم العالي، اللي هي 3 ابعاد: البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي او البعد الاجتماعي ثم البعد البيئي. فالحقيقه منذ انشاء جامعه كفر الشيخ وهي مهتميه بتنميه كافه القطاعات اللي موجوده في اقليم كفر الشيخ. يعني لو اتكلمنا على القطاع الصحي، في الخطة الأولى للبحث العلمي كان إنشاء مستشفى تعليمي جامعي. الخطة الثانية كان إنشاء مستشفى طوارئ. النهارده احنا بنتكلم على الخطة الاستراتيجية الثالثة للبحث العلمي. أصبح عندنا مستشفى تعليمي، المستشفى الطوارئ هتبدأ إن شاء الله تشتغل في آخر هذا العام، ومستشفى الأورام اللي احنا استلمناها منذ شهر تقريبا وبدأنا نجهز فيها وتشتغل إن شاء الله للجمهور بداية من 1/7. ويمكن في الزيارة الأخيرة لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية، ماذا عن التنمية العمرانية التي عقبت هذه الزيارة خاصة فيما يتاخم جامعة كفر الشيخ؟ الحقيقة هناك تنمية عمرانية بيشهد لها جميع أهالي كفر الشيخ. ففي خلال السنة الأخيرة معالي اللواء الناشط المحترم جمال نور الدين محافظ إقليم كفر الشيخ قدر النهارده يعمل حجر أساس ل 43,000 وحدة سكنية، هيتم أخذ حوالي 293 فدان من الأراضي الغير مستخدمة في وزارة الزراعة وتحويلها إلى مناطق سكنية عمرانية فيها مولات تجارية، فيها مستشفيات، فيها كل شيء. أعتقد في خلال آخر السنة اللي هي 2022 هيكون ما فيش أي مشاكل في سكن الشباب بمحافظة كفر الشيخ. أيضا دور كلية الهندسة في الطرق الموجودة بمحافظة كفر الشيخ كان له دور كبير جدا جدا. الطريق الساحلي اللي موجود في شمال إقليم كفر الشيخ، أيضا الكباري اللي موجودة والميادين اللي بدأت تتعمل في الـ 12 مركز اللي موجودين بمحافظة كفر الشيخ، ففي دور كبير جدا جدا. والدور الكبير اللي ناشئ لكلية الهندسة أو لجامعة كفر الشيخ مع محافظة كفر الشيخ ده نتيجة الارتباط الكبير في الرؤى ما بين معالي اللواء جمال نور الدين محافظ إقليم كفر الشيخ مع الأستاذ دكتور عبد الرازي إيتو دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اللي هو شبه بيتلاقوا يوميا بالتليفون وشهريا خلال مجلس الجامعة. إن مجلس جامعة كفر الشيخ بيقعد الثلاث الأخير من كل شهر، فبيجي محافظ كفر الشيخ بيتكلم على كل الأحداث اللي موجودة بالتنمية والعمران والإسكان، لأن في وجود اتصال مباشر، وهذا الاتصال المباشر بيتم عن طريق ايضا القوافل الطبيه اللي بتطلع كل 15 يوم لكره كفر الشيخ، ايضا القوافل البيطريه، القوافل الزراعيه، بالاضافه للقوافل التوعويه وتجميل ميادين محافظ كفر الشيخ. معالي النائب، طبعا ما تفضلت به سيادتك يعني فخر لاحد جامعات مصر العريقه جامعه كفر الشيخ، ولكن هل هناك مشروعات كبرى في طريقها للتنفيذ، مثلا مشروعات كبيره تروحها الجامعه الان، ام هذا في اطارها او ما هذا في خططها المستقبليه؟
الحقيقة احنا عندنا مشروعات بحثية قائمة دلوقتي كلهم فيما يخصه، يعني عندنا أبحاث في مجال الفيزياء دي واخدنا من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عندنا أبحاث في مجال علوم الثروة السمكية والزراع السمكي مأخودة برضو من الأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عندنا أبحاث في مجال علوم النانو تكنولوجي ودي مأخودة من الهند ومن فرنسا ومن أمريكا ومن برضو أكاديمية وزارة التعليم العالي، عندنا أبحاث في مجال الطاقة الجديدة والمتعددة في كلية الهندسة ودي بالتعاون مع ألمانيا، أيضا تحلية المياه برضو بالتعاون مع بعض شركائنا من الجامعات المصرية، ده بالإضافة للمشاريع الخاصة باعتماد معامل الجامعة وفقا للأيزو 17025، لأن الحقيقة الجامعة بتسعى إلى اعتماد المعامل اللي هي بتخدم الجمهور، فأصبح عندنا معامل الدراسات البيئية بيخدم البيئة المحيطة من تربة وخلافه، معامل للنانو تكنولوجي، مبادرات مؤشرة معالي النائب، فعلا يعني شيء رائع جدا ويستدعي الاهتمام والتقدير. لكن اخيرا طبعا عارف ان وقت سيادتك يعني احنا كنا واخدين وقت، احنا تعدينا الظروف بتاعت سيادتك اللي قلت لنا عليها، وبس يعني اخيرا كده كلمه الى مجتمع كفر الشيخ لتطمنهم وتشعرهم بالامال والطموحات المتوقعه ان شاء الله من جامعه كفر الشيخ. جامعه كفر الشيخ بتسعى الى تنميه الاسره الريفيه المصريه وخاصه في اقليم كفر الشيخ. النهارده الحمد لله رب العالمين عندنا المستشفى الجامعي اللي بيتم ورود يوميا من 1000 ل 1500 مواطن سواء كان لاجراء عمليات جراحيه او كشف طبي او صرف علاج، بيتم قوافل ارشاديه زراعيه لخدمه اقليم كفر الشيخ باعتباره اقليم زراعي، بيتم قوافل بيطريه ايضا للانتاج الحيواني والاسماك الموجوده. الحقيقه الدور جامعه كفر الشيخ في المبادرات الرئاسيه واضح جدا، واخرها مبادره حياه كريمه اللي بتخلينا نطلع شبه كل 15 يوم بقافله تاخد من العلاجيه، بتدي صرف علاج اسنان تمريض لربات البيوت ازاي تحافظ على صحتها، ازاي تحل بعض المشاكل الموجوده، كيفيه استخدام العلاجات، كيفيه التقنين الغذائي اللي موجود وجوده الغذاء الموجود في الاسره المراسيه. ويمكن حقيقه اقليم كفر الشيخ حصل له في الفترة الأخيرة ازدهار كبير جدا جدا في مختلف المجالات، النهارده بقى عندنا انتاجية الفدان في محصول القمح والأرز زاد جدا، الذرة زاد جدا، البنجر زاد جدا جدا، عندنا أصبحت في طيور أليفة داخل البيوت من الدواجن والرومي والحيوانات المنزلية بقت كبيرة جدا جدا جدا. والله معدل الاستزراع السمكي يعني اللي يعني زاد في المزارع السمكية انتعاشة واضح جدا، انتعاشة وتنمية موارد إقليم، ومرة تانية يعني اهتمام بالأسرة زي ما سيادتك تفضلت، وعودة إلى دور الأسرة في الإنتاج، ودي أشياء جميلة جدا بتقدمها جماعة كفر الشيخ. توعدنا معاليك إن شاء الله تكون معنا في أحد الجلسات داخل الاستوديو لنسعد بمزيد من هذه الإنجازات المتميزة التي أحرزتها جامعة كفر الشيخ في إقليم كفر الشيخ وما صاحب ذلك من تنمية في الموارد ونوع من السعادة والبهجة الذي اصطحب ذلك وظهر على مواطن محافظة كفر الشيخ. شكرا سعادة النائب، شرفتنا، وإن شاء الله نلتقي مع سعادتك قريبا. طبعا زي ما احنا قلنا مع حضراتكم ان احنا يعني بنحاول ان احنا نقدم يعني دائما الجديد والمتوازي سواء من المؤسسات الجامعية او من المجتمع. يعني مش عارف الوقت اللي بقى عندنا قد ايه بعد الوقت اللي راح، لكن احنا في انتظار يعني كلمة سريعة من سيادة النائب الاستاذ دكتور نادي كمال عزيز لحين ما يعني يتفضل. بنقول لحضراتكم ان في عندنا منتدى علمي ان شاء الله الجمعية هتنظمه في 30-31 مارس القادم 2022، وفاصل ونرجع لحضراتكم على وجه السرعة.
علشان راجع انا دي رح قول لي ايه ده نديل عشان راجع انا دي جاي عمري انا بديل وجاي عشان عمري جديد يا ابو قبل ما نروح الدكتور للدكتور نادي في محافظة أسوان، أنا طلبت من الإعداد قلت له في أغنية جميلة أنا بحبها جدا، بس هو تغيير شوية بس في أعتقد في المعنى، يعني أغنية وابور الساعة 12 يا مجبل على الصعيد حبيبي قلبه دايب وانت قلبك حديد أنا سهران من شوقي والنوم عني بعيد بالمنصورة للصعيد خوف السكة تتغير وتوديك لبعيد كلنا الايد في الايد. انا بس عدلت في المعنى الاخير. الاغنيه دي كانت تاليف الاخوين الرحباني وتاليف سيد مرسي من الاغاني اللي بتربطنا وجدانيا، والاغنيه بيسموها القوى الناعمه اللي بتديك استشعار جميل بالحب والوفاء والاعتزاز. الحب والوفاء والاعتزاز كله موجه لأصدقائنا وأحبائنا وزمايلي والأساتذة كلهم في الصعيد، ومنهم سيادة النائب الأستاذ الدكتور نادي كمال عزيز مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد وعميد كلية اللغات والترجمة وفي أسوان جامعة أسوان، ونائب رئيس الجامعة السابق ونائب رئيس لجنة قطاع الدراسات التربوية. مساء الخير سعادة النائب. يا مساء الخير سعادة النائب. اهلا دكتور صالح. اهلا استاذ. مساء الفل وسيادتك منور، وكل اقليم الصعيد كله منور. ويمكن من خلال المحادثة مع سيادتك قلنا نتكلم عن ثمار مبادرة حياة كريمة في محافظة أسوان وثقافة الثقافة الجديدة والتوجهات الحضرية التي تتميز بها محافظة أسوان في هذه الفترة. تفضل سعادة النائب. يعني احنا الصعيد عموما وجمهورية مصر حدث فيها تعديلات كثيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من حيث المدارس والجامعات والطرق، ولكن مبادرة حياة كريمة دي كانت نقلة حضارية وبالذات في أسوان، لأن بعض السيول اللي حصلت ووزارة السيد الرئيس مخصوص أسوان، فكانت أسوان ثلاث مراكز داخلة في مبادرة حياة كريمة اللي هي كامومبو وإدفو ونصر النوبة، ولكن يا معالي الرئيس زار أسوان وكانت السيول من الناحية الغربية أكثر، فأضاف فيها بعض القرى في غرب أسوان وبعض القرى في إدفو. يعني بمعنى آخر كل قرى محافظة أسوان دخلت في مبادرة حياة كريم. ده الجزء الأول. وماذا عن دور الجامعة بقى ودور الجامعة سعادة النائب؟ جامعة أسوان لعبت دور كبير في مبادرة حياة كريمة، لأن معالي الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة أيمن عثمان كان حاضر مع الرئيس في الاجتماعات، فقامت جامعة أسوان باثنين مبادرة لقرى غرب أسوان. الأولى كانت خاصة بالرمد والثانية كانت خاصة بالجراحة، وتم الكشف على عدد كبير من الحالات، وفي كل حالة من الحالات اللي بيتم الكشف عليها بياخدوا العلاج مجانا، ولو كان بيحتاج أشعة بيعملها له، وبعض الحالات اللي احتاجت عمليات بالنسبة للعيون تم تحويلها إلى مستشفيات الجامعة بأسوان، وكذلك في الحالات الجراحية أو الحالات الباطنة.
وده كان تحت اشراف الاستاذ الدكتور رئيس الجامعه والاستاذ الدكتور عميد كليه الطب. معالي النائب، مش انا هقطع سيادتك معلش يعني بكل شويه. طيب القوافل الطبيه دي يعني نقول هل هي مرحله وتنتهي ولا هو جدول دوري سوف يستمر بشكل مستمر ودائم ليعزز تلك الخدمات؟ يعني سيادتك تعلم ان انا كنت اول نائب لخدمه المجتمع وتنميه البيئه بجامعه اسوان، ولكن هذه القوافل احنا كنا دائما بنعملها والمناطق الاكثر احتياجا. يعني كان في جدول والساده النواب اللي اتوا بعدي واللي هيجوا بعدينا باذن الله بالتعاون مع كليه الطب والساده يعني عمداء كليه الطب المختلفين واعضاء هيئه التدريس عارفين نظام القوافل دي، لان لها نظام ولها ميزانيه من الجامعه كمان. سياده النائب، سيادتك طبعا يعني لك خبره كبيره جدا كمدير لمركز ضمان الجوده والاعتماد، هل ممكن ان نخضع اداء وعمل القوافل الى نوع من التقييم وفقا لمعايير الجوده؟ والله بنحط لهم بنديهم استماره للتقييم، يعني بناخد عينه عشوائيه من الناس وبنديهم بعض الاستمارات، فهم بالنسبه ليهم يعني بيبقوا كلهم راضيين، لان هو بيجي بيكشف ويمشي على طول ما بينتظرش، ولو كان عاوز علاج بياخد العلاج، لو محتاج عمليه بيتم تحويله للجامعه وبيحطوهم في جدول زمني بيبقى يعني سريع او مستعجل يعني. سعاده النائب، بالنسبه المئويه للرضا الحالي اكيد في طموحات مستقبليه غير منتهيه لمزيد من القوافل واستحداث مزيد من الرضا والاعتزاز عند المجتمع. حتى الآن يعني نسبة الرضا تعادل كام في المية؟ أكيد مش 100%، لكن تقريبا حوالي يعني كام؟ يعني أنا أديها من 70 إلى 80. لأن سيادتك رياضة فعشان كده سألت السؤال ده، من كام ساعات النائب؟ من 70 إلى 80. نسبة طبعا عالية، وإن شاء الله المتوقع في الفترة القادمة أنها نعمل أنها تصل إلى 90 أو أكثر من 90، لأنك ما تقدرش ترضي كل الأذواق يعني زي ما بيقول. هذا بالإضافة يا دكتور، مع سيادتك تفضل. يا دكتور صالح، إن عندنا كلية الزراعة وكلية الطب البيطري وكلية التربية النوعية بيشاركوا في برنامج اللي هو مشروع تكافل وكرامة، مشاركة فعالة برضو، بيرجوا الفلاحين وبيعملوا تطعيم للحيوانات وبيرجوهم زراعيا، وإحنا زي ما سيادتك عارف إن الجامعة بيت خبرة، يعني احنا اول ناس عملنا الصوبات الزراعيه بجامعه اسوان لما كنت انا نائب. تمام. ودي من 2000 يعني و4 او 2005 ومستمره حتى الان، فبنقدم الخبره لكل الناس اللي عاوزه تعمل صوبات زراعيه سواء كانت راسيه او افقيه. تمام معالي النائب، بس يعني اخر حاجه كلمه سيادتك هتوجهها لمجتمع محافظة أسوان الذي بالتأكيد هو من يستمتع مثل هذه المبادرات، كلمة سيادتك المجتمع تفضل. والله احنا المجتمع المدني او المجتمع المحلي بمحافظة أسوان، المحافظة والسيد الوزير المحافظ والسادة يعني مدراء المراكز بيشاركوا مع الحملة دي، والسيد المحافظ بيتابع يعني متابعة دورية لهذه الأعمال. وبالمناسبة يعني من فترة كانوا كتبوا أن ما تم إنجازه في هذا المشروع في محافظة أسوان حوالي 70%، وأنا أعتقد ده إنجاز جيد 75% كمان. تمام معالي النائب، طبعا يعني كل التحية والتقدير على مثل هذه الإنجازات المتميزة، وإن شاء الله سيادتك تعمل لنا دعوة شخصية كده ولا حاجة نيجي نزور سيادتك ونزور إقليم الصعيد ونزور الجامعة ونستمتع بالجلسة مع حضرتك ونستمتع بهذه الإنجازات. تحياتي سيادة النائب وألف ألف شكر معالي الأستاذ دكتور نادي كمال عزيز، أستاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات ومدير مركز ضمان الجودة وعميد كلية التربية كلية التربية والألسن بجامعة أسوان ونائب رئيس الجامعة وكل التحية والتقدير لسيادتك. يتبقى عندنا طبعا هنتحدث بس أو هنذكر
الاربع الملفات، وبعدين طبعا الوقت ما ساعدناش، اللي احنا هنبدا ندور لهم على حلول من دلوقتي حتى الحلقه القادمه. الملف الاول قلنا السيطره على الاسعار في الاسواق، ده هيبقى هو الملف بتاع المره الجايه ان شاء الله، هنحاول نبحث عن حلول بعد احنا ما اثرناه وقلنا ان هو مهتم ومن سوف يحاول ان يبحث عن حلول، هل الدوله ام الجامعه ام الجهات الرقابيه ام الفرد ام التاجر ام الحي ام المحافظ. وايضا الملف الثاني اللي هو سلوك القياده في الشارع، والملف الثالث تجميع تصاريح البناء، والملف الاهم هو تراكم القمامه في الشارع لفترات زمنيه طويله. دول اربع ملفات هنشتغل عليهم شغل علمي ونشوف الاثار ونشوف النتائج ونطرح الحلول، نتشارك جميعا في الحلول، حلول المشكلات التي تقابل المجتمع المصري والتي تحد من التنميه. طبعا بنشكر حضراتكم على هذه الحلقه، بنشكر الاساتذه اللي كانوا معانا والجمهور اللي تحملنا شويه وقال نظرا لحصول بعض مشكلات فنيه. وننبه ان احنا عندنا في الجمعيه بتنظم يوم 30/31 المنتدى العلمي الكبير الذي يتحدث عن تطوير الاداء التقني والاداري والمهني لاستاذ الجامعه في ضوء المؤشرات العالمية، منتدى كبير سوف يذاع تلفزيونيا ويبث، وتحياتي ونقابل حضراتكم إن شاء الله في الحلقة القادمة.